اهلا وسهلا مره تانية. رجعنا لحضراتكم من الاستراحه وعملنا ايه في الشوطين؟ عملنا كيك الجوز الهند، عملنا كمان بسكويت نجوم الزعتر، حطيناه في الفرن على حراره 180 وهنشوف شكله وان شاء الله يطلع يعجب حضراتكم. عندنا كمان دلوقتي وصفه من الوصفات اللطيفه جدا، سهله وبسيطه. انا مش هعملها بالمكونات الكتيره اللي فيها حاجات كتيره قوي، هعتمد على ثلاث مكونات. برضو زبده الفول السوداني ليها محبيها ونقدر نعملها، وان شاء الله هنعمل ده مع حضراتكم في حلقه تكون مجمعه فيها انواع الزبدات كلها، زبده اللوز وزبده الفول السوداني، كل ما يعني يخص الحاجات اللي بتشتروها من بره ان شاء الله نعملها مع حضراتكم. طيب هنعمل زبدة الفول السوداني بسكويت الأولاد الضعاف النحاف اللي هم إيه ما بياكلوش حاجات مفيدة قوي. خلينا كده، الفول السوداني فوائده كتير جدا، هنتكلم عنه طبعا، فوائده كتير جدا وبسيط وما هواش يعني مكلف، لكن نقدر نعمل منه إحنا الزبدة في البيت لما نجيبه ونقشره أو نجيبه من المحمصة أو المقلب بتاعة اللب والحاجات دي، نجيبه أكياس ني أو من سوبر ماركت ونبدأ نحمصه إحنا في الفرن. لازم عشان تطلع معنا زبدة يكون هو سخن علشان نقدر لما نضربه ونطحنه يدينا المعجون الحلو ده. في منه نوعين، بيبقى كرانشي يعني بيبقى فيه شوية مجروش كده تحسه هي مش ناعمة قوي، وفي منه بنعمه قوي بالهاند بلندر لحد ما يوصل للمرحلة إنه يبقى ناعم جدا. تعالوا نشوف مقاديرنا إيه ونبدأ في كوكيز سريع جدا. عندي الكوكيز الخاص بيه زبدة الفول السوداني، 250 جرام من زبدة الفول السوداني، كوباية إلى ربع من السكر، ممكن تبقى نص كوباية، بيضة واحدة. هنعمل بيها كوكيز، هنعمل بيها كوكيز رائع وعاملين حاجة في البيت نظيفة وجميلة وهنستمتع بيها جدا. طيب بسم الله، هاخد كده زبدة الفول السوداني وهبدأ أنزلها هنا. بصوا لازم تبقى لينة كده، يعني خدت درجة الحرارة ما تبقاش جامدة، تبقى لينة كده كده كل الكمية اهي كده كلها، مش عايزه اسيب ولا فتفوته اهو. تمام، وهاخد السكر وهكسر البيضه. بسم الله. طب لو وقعت مني قشرة بيض زي دي لازم اشيلها كده بالقشرة، هتحاولوا تشيلوها بأي حاجة تانية مش هتطلع. بسم الله، وادي البيضة ما عنديش مانع اضيف رشة من الفانيليا احتياطي عشان تبقوا مرتاحين نفسيا بس، وهبدأ اشتغل كده بالمضرب العادي. بسم الله، يا حبيبي بص الريحة روعة، ودي وصفة بسيطة نقدر نعمل كده في البسكوت اللي فيه الشوكولاتة القابلة للدهن. ناخد منها نفس الكمية نحط معاها البيض ونستخدم معاها الدقيق، ثلاث مكونات برضو. بصوا بقى أبدأ أعمل كده لحد ما يبقى كده، يبقى الخليط بتاعه مفرفط كده، ما بقاش بقى لين والزبدة ما بقتش لينة زي الأول. شايفين القوام؟ أهو بصوا عامل إزاي؟ أهو شايفين إزاي؟ أهو شايفين إزاي؟ طيب هننزل بقى ده، هبدأ بقى أكورها بإيدي كور، أنا مش عايزة أعمل حاجة شكل بسيط جدا، هوري حضراتكم موضوع بسيط. بسم الله، هاخد كده صاج، والصاج ده مسحة بسيطة بالفرشة، هي نفس الفرشة همسح كده بسيط قوي عشان لو ورق الزبدة بس نوعه مش حلو. طيب وهاخد البولة دي اللي فيها انا خلطت التلات مكونات دول اهم، بصوا اهو بصوا بقى هاخد كده، شايفين؟ حاضر يا حبايبي، قولولي بس انتوا التايم وانا معاكم ما تقلقوش. اهو عايزين تعملوه صغير كبير اللي يريحكم، اهي كور كده زي ما تحب. ماشي حبايبي،
بتقولوا ايه ها؟ ممكن نقلل، ما انا قلت ممكن نخلي، مخرجنا بيقولي ممكن نقلل السكر يا فندم، ممكن يبقى نص كوبايه، ممكن يبقى تلت، ممكن مش لازم يبقى كوبايه الا ربع يعني. اهو اصل بس شايفه اتنين بيتكلموا مع بعض فبقول لهم بتقولوا ايه؟ بيناموا صح؟ قفشتهم انا، الواحد وهو قاعد بيكور هنا شايف كل حاجه، الاستوديو قدامه متاح. يا نهار ابيض. طيب يا والله انت سمعتهم خلاص، انا مطمنه، اهم حاجه ما يكونوش بيقولوا حاجه وحشه. طيب بصوا كده اهو، يلا بينا. انا مش هكمل بقى كله، بس هوريكم هشكله ازاي بالشوكه بطريقه بسيطه جدا. والله بيتباع بره، بنشتريه بقد كده. فين الشوك يا حبايبي؟ اهي لقيت واحده الحمد لله، الحمد لله مصطفى ربنا كرمه ونفد من بين ايديه. اهو اهو، وهعمل كده كمان العكس كده، شايفين ده شكل بنشوفه كتير قوي وبيتباع كوكيز، بيبقى مستورد بالشيء الفلاني، والله بالشيء الفلاني، حتى الحاجات بقت خزعبليه، مش عارفه ايه اللي حصل كده. اهو كده شايفين الشكل ده، التشريخه دي بتاعت الكوكيز. بقى ندخل بقى على الفرن، حراره 180 على الشبكه في النص، هياخد له 12 لربع ساعه على حسب درجه الحراره، هيطلع زي ما حضراتكم عاوزينه كده. اللي عايز يديله شكل من فوق لون هيشغل الشوايه، اللي مش عايز انا عامله الناحيتين في الطبق، مخرجنا هيستعرضه دلوقتي، تبقوا حضراتكم شايفين اللي انتوا الطريقه اللي تريح حضراتكم. طيب يا بصوا بقى، كرات الزعتر دي نفشت نفشه رائعه. الكيك اهو تمام طبعا، بصوا الكيك، بصوا بسرعه على الزعتر، معلش انا هطلعه عشان تشوفوه فوق، بصوا الجمال، واو ماشي يلا بينا. والكيك يوم يومي. طب ما ممكن احط ده بقى جوه في الفرن عشان الحقيقه اصدقائنا عايزينه هنا. بصوا اهو على الصاج، ما ينفعش تحط على تحت على الارضيه، لازم يبقى مرفوع، حراره 180 لحد ما ياخد اللون والشكل بتاعه. طبعا الكيك لازم يبرد، انا مش هقدر افتحه قوي دلوقتي، بس يعني بسم الله اهو، همسح مسحه زي ما قلت لحضراتكم. فين العسل يا حبايبي؟ العسل اللي كان محيرك فين يا نودي؟ طيب يا مصطفى تسلم ايدك، اديتيه لمصطفى ماشي قوي، نشيل دي وتعالوا هوريكم طبعا روعه، واو ريحتها روعه. بصوا بصوا بصوا، وانا مش عاملاها عاليه، خلوا بالكم المكونات سخنه جدا، بس معلش هوري حضراتكم كده سريعا وهي سخنه، هجيب كده بولت العسل اعمل كده وهي سخنه عشان ايه، الله اعمل كده مسحه بس بسيطه بالعسل ده، واحط على وشها شويه جوز الهند. فين يا امامير؟ شويه جوز الهند وصحة وهنا، استمتعوا بقى بيها زي ما انتوا عايزين، حاجة كده تدي طعم. احنا حطيناش فيها سكر كتير، احنا تقريبا 120 جرام سكر، حاجة كده ما تجيش نص كوباية. تسلم ايدك يا مصطفى، شايفين ازاي؟ الله الله، لا بصوا الجمال، اه شايفين حبايبي اهي، نقدر بقى نعمل الحاجات دي كمان في قوالب الكب كيكس، اعملوا اللي انتوا عايزينه، المهم انتوا تبقوا مبسوطين واللي متاح عند حضراتكم، وفي بدائل كتير. يا ريت لو الاقي اسئله تيجي، عايزين تعملوا اي حاجه عايزين ليها بدائل نتكلم فيها مع بعض، تبقى موضوع حلقه، وتقولوا لنا انتوا حابين ايه من خلال شاشه قناه الاهلي لكل متابعينا من خلال قناه الاهلي، انتوا عاوزين ايه وصفات نقدمها لحضراتكم ونتكلم عنها وتسالونا عنها ونجاوبكم، ده شيء يسعدني فندم جدا جدا، واتمنى يا رب انه الوصفات تنول الاعجاب. ممكن اشوف كده طبق هنا، طبعا لسه الزعتر شويه، ممكن نشوف كده حاجه نقدم فيها، ممكن مصطفى يشوف لنا بقى حاجه مدوره كده يا مصطفى نقدم فيها الكيك اللطيف ده. طبعا انا هبدا احرر، يعني هبدا احرر من هنا، بصوا هنا هبدا احرر كده اهو،
بصوا هي مش لازقه اهو، شايفين ازاي؟ شايفين؟ شايفين؟ شايفين الجمال؟ اهي بصوا هوريكم من هنا جامد، مش هرفعها سنه، شايفين؟ كيك رائعه، بس هي عشان سخنه جدا انا مش عايزه ايه، اهي شايفين ازاي؟ من تحت رائعه. هنبدا بقى ننقلها وتسيبوها تهدى وتقطعوا، وعايزين تحتفظوا بيها في علبه بعد ما بتبرد. تسلم ايدك يا مصطفى. بعد ما تبرد تماما انا بس ايه هحتاج احطها زي ما هي كده، وطبعا احنا هنطلع لاستراحه ثانيه مع دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، علشان تكلمنا ان شاء الله في الفقره اللي جايه على كل الاسئله اللي حضراتكم بعتوها ليها اجابات باذن الله، ومتواصلين مع حضراتكم. اسمحوا لنا نطلع استراحه ومستنيينكم.